السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أبنائي الصغار في مكون القراءة. حصتنا اليوم عبارة عن دعم وتثبيت لما اكتسبناه في السابق طيلة السنة الدراسية. إذا تعالوا معي أطفالين وننجز بعض التمارين معا. النشاط الأول يقول: أحيط الحروف التي تكون الكلمة. إذا هنا لدينا كلمات مكتوبة مرفوقة بالصور، وهنا لدينا حروف مختلفة. نحن سوف نقرأ الكلمة ونقوم بإحاطة الحروف التي تكونها. إذا بسم الله، الكلمة الأولى هي، إذا ما هذه؟ نعم، هذه سمكة. إذا سوف نقرأ الكلمة سمكة. إذا هذه سمكة. سوف نبحث عن الحروف التي تكون هذه الكلمة. الحرف الأول هو حرف السين. إذا هذا الباء، الكاف، الفاء، الراء. إذا هذا هو حرف السين. أضع خط مغلق. حسن جدا. الحرف الثاني هو حرف الميم، كتب في وسط الكلمة. أبحث عن حرف الميم، أين هو حرف الميم؟ إذن هذا هو حرف الميم. حسن جدا. الحرف الثالث سمكة. إذن هذا حرف الكاف. هذا هو حرف الكاف. حسن جدا. سمكة. إذن هذه التاء كتبت في آخر الكلمة، وقلنا التاء في آخر الكلمة كتبت مربوطة. أبحثوا عن حرف التاء، الباء، الكاف، الفاء، الراء، السين، الدال، الباء، الميم، النون، الألف، والهمزة، الهاء، ثم أخيرا التاء. أحيط حرف التاء. حسن جدا. نمر للصورة الثانية. إذا ما هذا؟ جيد، فهد. نعم، فهد. 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 إذا حرف الفاء وحرف الهاء وحرف الدال. نبحث عن حرف الفاء. إذا هذا هو حرف الفاء. أحيطه بخط مغلق. ثم حرف الهاء. ثم أخيرا حرف الدال. أحسنتم. حسن جدا. نمر للصورة الثالثة. هنا ماذا؟ أرنب. أحسنتم. هذا أرنب. 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 إذن حرف الألف وفوقه همزة. هذا هو الألف والهمزة. أر. إذن هذا حرف الراء. أضع خط مغلق. ثم حرف نون. أحسنتم. أين هو حرف النون؟ هذا هو حرف النون. ثم أخيرا حرف الباء. جيد، أحسنتم. هذا هو حرف الباء. حسن جدا. نمر للسؤال الثاني. إذن السؤال الثاني يقول: ألاحظ وأكتب. ماذا نلاحظ في الصورة الأولى؟ إذن هذا منشار. منشار. إذن نحن سوف نكتب كلمة منشار. سوف نستعين بالحروف المكتوبة في الأعلى. إذن نكتب. هل سوف أكتب هذا الميم؟ لا، هذا الميم يكتب في آخر الكلمة. نحن سوف نكتب حرف الميم في بداية
الكلمة. مي يعني ميم كسرة، ن نون في وسط الكلمة، لا أنسى النقطة والسكون. من شا شين فتحة وألف، أحسنتم، هذا حرف الشين في آخر الكلمة، نحن في وسط الكلمة يكتب هكذا، خط على اليمين وخط على اليسار. من شا، وأخيرا حرف الراء، من شارون. حسن جدا، أنتم خذوا القلم واكتبوا معي في نفس الوقت. من شارون، أحسنتم. نمر للصورة الثانية وهي ما هذا؟ نعم حصان، أحسنتم، حصان. نكتب كلمات حصان، هل سوف أكتب هذا الحرف حرف الحاء في آخر الكلمة؟ لا، أكتب حرف الحاء في بداية الكلمة. أكتب كتابة جيدة، حي حاء كسرة، صا صاد في وسط الكلمة، حصا يعني ألف فتحة و ألف، ثم حرف أخيرا حرف النون في آخر الكلمة وضمتين، حصان، أحسنتم، حصان. والآن نمر للسؤال الأخير. إذا هنا لدينا كلمات، سوف نبحث عن الكلمة التي تبتدئ بحرف الضاد. سوف أقرأ الكلمات، قرأوا معي. صباغ، هل هذه الكلمة كتبت بحرف الضاد؟ لا. نمر للثانية. بيض، بيض، نلاحظ هنا أن حرف الضاد كتب في آخر الكلمة، حسن جدا، لن نلونها بالأخضر. هنا ضفدع، ضفدع، سمعتم صوت الضاد في أول الكلمة، إذن سوف ألونها باللون الأخضر. دائما أقول لكم لونوا تلوين جيد، لا تتركوا الفراغات، نحن هنا نلون بسرعة، أنتم في المنازل لونوا بتلوين جيد وبدقة كي لا تتركوا الفراغات. إذن هنا ضفدع، وهنا كلمة حوض، حوض، هنا حرف الضاد كتب في آخر الكلمة. وهنا كلمة مضرب، مضرب، إذن سوف نلون كلمة ضفدع فقط باللون الأخضر. وهنا السؤال يقول ألون بالأصفر الكلمة التي تنتهي بحرف الضاد، إذن نبحث عن الكلمة التي تنتهي بحرف الضاد. هنا قلنا صباغ، لا، وهنا بيض، بيض، ألاحظ أن حرف الضاد كتب في آخر الكلمة، ألونه بالأصفر. أتمموا أنتم التلوين. نمر، هنا ضفدع، لا، وهنا حوض، حوض، ألاحظ أن حرف الضاد كتب في آخر الكلمة، وأيضا سوف نلونه باللون الأصفر. وهنا كلمة مضرب، مضرب، لا تنتهي بحرف الضاد، حسن جدا، كنتم رائعين. سؤالي الأخير أو نشاطي الأخير الذي سوف تقومون بإنجازه في منازلكم، قوموا بكتابة بعض المقاطع الصوتية كما بو تي، أو بحركات قصيرة ك سو ني، واكتبوا كلمات بسيطة كي تتعلموا كتابة الكلمات كتابة
جيدة، ووفقكم الله أبنائي، وإلى اللقاء.